بين أحضان هذه الكثبان الرملية لمحامية الغزلان نظمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان تشاركالت الدولي والتي امتدت ما بين 28 و30 نوفمبر. مهرجان تشاركالت وحسب المنظمين هو الاسم القديم لمنطقة محامية الغزلان، تظاهرة تعرف بالموروث الحضاري للمنطقة وتحتفي بثقافة الرحل ونمط حياة هؤلاء الفئة الاجتماعية التي تتخذ من المجال الصحراوي موطنا لها. سابقا كان ينظم هذا المهرجان احتفالا بعودة الطوارق أو الرحل من رحلاتهم التي كانت تدوم حوالي 60 يوما في قلب الصحراء انطلاقا من تمبوكتو بمالي اتجاه تشاركالت التي تعتبر آخر واحد صحراوية في هذا المسار قبل الوصول إلى جنوب المغرب. Un grand merci pour la population de Mhamid qui a cru à ce projet et qui a adhéré à ce projet. Et ce projet, c'est pour elle. Sans la population locale, sans vous, on ne serait pas là. Merci à notre ambassadrice Oum qui nous représente partout, au Maroc et à l'extérieur. Merci à Aïssa Ahmaoui. Merci à Tina Libri qui vont devenir les ambassadeurs de l'école de musique de Mhamid. إدارة المهرجان اللي دائما ماشي سهل أنك تنظم مثل هذا الحدث الثقافي في الصحراء بكل المكونات ديالو ديال المكونات الثقافية وتجمع فيه دي ستيل اللي هما معروفين في العالم وتجسدهم هنا في الصحراء. هكذا عرفت هذه الدورة التي نظمت تحت شعار الواحات منبع الحياة في قلب الصحراء نجاحا كبيرا وإقبالا مهم، حيث توافد ما يزيد عن 2000 شخص لمعاينة هذا الحدث.